أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم بناء المسلمين الكنائس للنصارى من باب التقارب بين الأديان والتعايش؟ نسأل الله العافية. ما يجوز هذا، ما يجوز أن تبنى الكنائس في بلاد المسلمين، لكن المسلمون إذا استولوا على بلاد فيها كنائس وعاهدوهم، عاهدوا النصارى أو اليهود، تبقى كنائسهم، لكن ما يمكنون أن يحدثوا كنائس جديدة، إنما الموجود منها فقط، الموجود منها فقط بموجب العهد الذي بينهم. لا يجوز للمسلمين أن يبنوا كنائس للنصارى، ولا يجوز لهم أن يمكنوا النصارى من إحداث كنائس في بلاد المسلمين. هذا في البلاد غير جزيرة العرب، أما جزيرة العرب فلا يؤذن فيها ببقاء كنائس ولا غيرها، لأنها مصدر الدعوة، مصدر الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. هذا غير جزيرة العرب. نعم، جزيرة العرب ما يجوز يبقى فيها كنائس ولا دين غير دين الإسلام. نعم. ثوبكم الله. يقول السائل: ما صحة ما يقال أن الخلاف بين المسلمين واليهود هو خلاف الأرض والحدود وليس الدين والعقيدة؟ نسأل الله العافية. هذا ضال مارج والعياذ بالله. ما هو باختلاف الحدود والممالك، اختلاف في الدين. ما هو لو كانوا على دين المسلمين البلاد واحدة، بلاد المسلمين واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأي معاليكم حفظكم الله في من يجحد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟ هذا إن كان جاهلا يبين له. الحديث متواتر، نزول المسيح متواتر في كتاب اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح، فهو متواتر ومذكور أيضا في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا إذا نزل، إذا نزل وحكم الأرض يؤمنون كلهم، ولا يبقى نصرانية ولا يهودية، يبقى الإسلام فقط. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وقال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، يعني المسيح، لعلم للساعة، وفي قراءة: لعلم للساعة، يعني علامة، يعني نزوله آخر الزمان يكون علامة على قيام الساعة. فمتواتر نزوله ولا ينكره إلا إما جاهل وإما معاند. نعم. أثابكم الله. ما الواجب على المسلم عمله في ظل انتشار الفتن حفظكم الله؟ ما الواجب على المسلم عمله في ظل انتشار الفتن؟ المسلم أول شيء يبتعد عن الفتن، يبتعد عن الفتن ولا يدخل فيها. ثانيا يبين للناس، ينهاهم عن الفتن، يحذرهم من الفتن، يدعو إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. ما معنى قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ هذه استدل بها العلماء على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين إذا أجمعوا على حكم شرعي فلا يجوز مخالفتهم، والإجماع دليل من أدلة الأحكام: أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المعنى فيما معناه أن عيسى عليه السلام آخر الزمان ينزل ويضع الجزية؟ ما حاجة إلى الجزية، لأنه لا يحكم بالإسلام فقط، يوضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يبقى إلا الإسلام، ما يبقى على عهده إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: غدا هو غرة شهر شعبان، ما الأعمال الصالحة المشروعة في الشهر؟ وهل العمل الصالح فيه أفضل من العمل الصالح في الأشهر الحرم؟ إيش اللي يدراه غدا من شعبان؟ أبعد ثبت الهلال، والذي يشرع في شعبان هو الصيام، صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ما لا يصومه في غيره، إلا أنه لا يستكمله بالصيام. نعم. وهذا سائل أثابكم الله يقول: والدتي تقوم كل عام بصيام شهر شعبان من أول يوم فيه إلى اليوم الخامس عشر، فهل يعتبر ذلك بدعة أم صيامها صحيح؟ لا، هذا السنة، هذا السنة، هذا السنة. الإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو قبل رمضان، قبل رمضان، فهو يصوم تطوعا قبل صوم الفريضة، مثل ما أنك تصلي الراتبة قبل الفريضة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن تحديد الساعة التي يكون فيها التبكير يوم الجمعة والتي ورد فيها الفضل؟ بعض العلماء يقول تبدأ الساعات الخمس من طلوع الفجر، وبعضهم يقول إنه من طلوع الشمس. الشيخ ابن باز يرجح هذا، أنها تبدأ من طلوع الشمس. نعم. والمراد بالساعات ما هي بساعات الدقائق اللي 60 دقيقة، لا، الأجزاء من الوقت، الأجزاء من الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نجد أن بعض الناس يصاب بمس أو عين مع أنه يتحصن بالأذكار صباحا ومساء، فما هو الضابط في ذلك؟ إذا أراد الله أن يصيب شيء يتخلى عن الذكر وعن هذا في هذا اليوم، أو فيه ينساه ولا ينشغل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المسلم وهو في الصلاة إذا عطس أن يحمد الله؟ نعم، يحمد الله، لكن ما يرفع صوته. نعم، إلا مشروع أنه يحمد الله بعد العطاس. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أنا موجود مع مجموعة من الإخوة في مكان واحد، وأقوم بفضل الله بإيقاظهم للصلاة، وهذا العمل قد يؤخرني عن الصفوف الأولى أو تكبيرة الإحرام، فما توجيهكم لي؟ هذا طيب، هل أنت في عمل صالح وأنت معذور في تأخرك وعلى أجر، فواصل عملك هذا معهم. نعم، ولو ما جيت بالصف الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية، هل المقصود باللمز هو الاستهزاء فقط في الصدقات أم في جميع أمور المؤمنين؟ المراد أنه يسخر من المتصدقين. إن جاء أحد بمال كثير قال هذا مرائي، وإن جاء أحد بجهد قليل قالوا الله غني عن صدقة هذا. هذا كلام المنافقين. جاء واحد بقبضة من الطعام قالوا والله غني، جاء بصاع، نعم جاء بصاع، قال الله غني عن صاع هذا. جاء واحد بصرة من الدراهم أو من الذهب تعجز عنها يده، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مرائي. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين يأتون بمال كثير، والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم، جزاؤهم أن الله سخر منهم، من باب الجزاء والمقابلة. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو علاج من يجد المشقة في ذكر الله وقراءة القرآن وسائر العبادات ويأتيه الكسل والفتور؟ يصبر لما يتعود، وما في شك أول ما هو نفسه تبي تجاهد، ولكن يصبر حتى تألف نفسه هذا وتذوق الطاعة فيتلذذ بها. نعم.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في بعض خطباء الجمعة أثناء الخطبة يقوم بسرد قصص ومواقف له وهو على المنبر؟ القصص من القرآن أو من السنة هذا طيب في الخطبة أو في غيرها، أما القصص اللي جت له ولا جت لغيره ما يجيبها بالخطبة، الخطبة تصان عنها الكلام وعنها الأشياء الفضولية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أجده في صدري من وسوسة لا أستطيع ذكرها وأنا كاره لها، فهل أنا مؤاخذ بها حتى وإن كانت ملازمة لي مع اجتهاد؟ الحمد لله، هذه علامة الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تكره الكلام بها هذه علامة الإيمان ولا تلتفت إليها. هذا الشيء عرض للصحابة رضي الله عنه، قالوا: يجينا شيء يود أحدنا يتردى من جبل ولا يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب البخاخ الذي يحتوي على الكحول، ولا سيما الطيب النسائي حيث يضعونه على العنق وقد يصل إلى يضعونه على العنق وقد نعم. يصل إلى الحلق؟ إذا ثبت أنه فيه كحول فهو حرام. قال الله جل وعلا في الخمر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه، كيف تطيبون؟ والله يقول اجتنبوه. يجب اتلاف الخمر. لما حرمت خرج الصحابة إلى الدنان التي فيها الخمر في الأسواق فشققوها وسالت في الشوارع، يجب اتلافها ولا يجوز الاحتفاظ بها. لكن إذا ثبت هذا، ما هو بشائعات، إذا ثبت الأصل في الأطياب الحل، إلا إذا ثبت أن فيها شيئا من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن هذا استعمال للخمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل الداعية على زملائه في العمل وهم في مجلس العمل يشاهدون الأفلام وما حرم الله بشكل يومي، هل يغضب لانتهاك حرمات الله ويظهر الغضب ويقوم عنهم، أم يتبع من يقول ادعوهم بالتي هي أحسن بالابتسامة وعدم الغضب؟ هؤلاء جمعوا بين جريمتين: الجريمة الأولى إضاعة العمل الذي هم فيه وانشغالهم بهذه الأشياء، هذه خيانة للعمل. الجريمة الثانية وهي أشد، أنهم ينشغلون بالمعاصي، ينشغلون بالمعاصي والمشاهد المحرمة. فأنت تنصحهم، إن قبلوا الحمد لله، وإلا انتقل إلى مكتب آخر ليس فيه من هؤلاء. نعم. يعني يطلب النقل، يطلب النقل إلى عمل آخر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يوجد دورات على المشي على الجمر، ومن ضمن الدورة الاعتقاد بأن النار غير حارقة، فهل هذا يخالف الكتاب والسنة؟ هذا سحر، هذا سحر تخييل، سحر التخييل والقمرة، هذا حرام ولا يجوز إقرار هذا ولا السكوت عنه، يجب منعه ويجب معاقبة من يفعل هذا. هؤلاء مشعوذون، الذي يسمون السرك، وما أدراك ما السرك، هؤلاء سحرة، السحر التخييلي على العيون، كما قال جل وعلا في سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال: يخيل إليه، يعني إلى موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حبالهم وعصيهم، خيل إليه. هذا سحر القمرة، وهذا حرام ويجب منعه، ولا يجوز جلبه لبلاد المسلمين، لا في وقت السياحة ولا في غيرها، ولا في المحافل ولا في غيرها، هذا منكر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ أرجو التوضيح. فيه تتمة، فيه البطائحية اللي هما الرفاعية
يمشون على الجمر. أنكر عليهم شيخ الإسلام بن تيمية، ألم يمتنعوا؟ قال تعالوا نغسل رجلينا كلنا ونمشي على الجمر أنا وياكم، لأنهم يدهنون رجليهم بشيء يمنع حرارة الجمر. وقال نغسل رجلينا علشان ما في يصير ما في دهن، يصير مجردة. قالوا لا، لما ألجأهم إلى الحقيقة قالوا لا، هؤلاء يدجلون على الناس، يستعملون حيل وأشياء خفية يدجلون على الناس. نعم. السؤال الشيخ يقول ما المقصود بقوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه على الدخول في الدين، ما حد يكره على الدخول في الدين، ما حد يدخل إلا عن قناعة، إذا لم يقتنع يؤخذ عليه عهد الذمة ويدفع الجزية ويترك، إن كان كتابي، وإن كان غير كتابي إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل على الشرك. أما إذا ارتد عن إذا دخل فيه وارتد عنه يجب قتله، من بدل دينه فاقتلوه، يجب قتله، لأنه عرف الحق واعترف أنه حق، دخل فيه وخرج منه وهو معترف أنه حق، وأيضا هذا يغر غيره يقتدون به، يجب قتله. أصبح الدين تلاعب؟ لا، الدين ما يلعب به. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فالمرتد يصير قدوة لغيره، فيجب قتله منعا لشره. أما قبل أن يدخل في الإسلام فلا يجبر، لكن يجرى عليه الحكم الشرعي غير القتل. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم السفر إلى دول الغرب؟ ومن العلماء من يقول الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كتابي أو غير كتابي، وهذا هو الراجح. نعم. يقول السائل ما حكم السفر إلى دول الغرب والكفر لقضاء الأجازة الصيفية والسياحة؟ لا، هذا حرام، ما يجوز السفر إلى بلاد الغرب إلا لحاجة لا تنقضي إلا بالسفر، مثل علاج، مثل تعلم صناعة، مثل تجارة، تعاقد مع مصانع أو شركات للتجارة، مثل سفر للدعوة إلى الله، هذا لا بأس. أما من جرد السياحة والنزهة هذا حرام ولا يجوز. نعم. ثوابكم الله. يقول السائل نريد من معاليكم توجيه نصيحة إلى كل متزوج في معاملة الزوجة ومعاملة الوالدين في آن واحد. يجب أن يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي زوجته حقها ويعطي والديه حقهم من البر والإحسان. نعم. أثابكم الله. يقول السائل إذا سهى المأموم خلف الإمام فهل يسجد المأموم سجود السهو؟ إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فالإمام يتحمل عنه سجود السهو وليس عليه سجود السهو. إذا كان مسبوقا وسهى مع الإمام فإنه يأتي بسجود السهو بعد ما يكمل صلاته بعد سلام الإمام، لأن هذا لا يتحمله الإمام. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل على المعتمر طواف وداع؟ طواف الوداع إنما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم على الحاج، ولم يرد أنه أمر المعتمرين بطواف الوداع، ولا ورد أنه يودع، قد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر، ما ورد أنه يودع عند السفر. نعم. ثابكم الله. يقول ذهبت إلى الحرم وصليت الجمعة وخرجت ولم أطوف بالكعبة فهل علي إثم؟ ولم ذهبت إلى الحرم وصليت الجمعة وخرجت ولم أطوف ولم أطوف بالكعبة. ولم أطوف، أي بطوف. نعم. لم تمنع الواو هذه. نعم. أي ولم. قال لم أطوف بالكعبة. لم أطوف بالكعبة، ما هو بلازم الطواف بالكعبة. صليت الجمعة خلاص. إذا طفت في الكعبة هو زيادة خير، إذا ما طفت ما يلزمك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نأخذ علم الفقه والنحو على مدرس عقيدته أشعرية؟
ما أعوزكم الله إلى مدرس عقيدة أشعرية؟ تلقون إن شاء الله تجدون مدرس عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، اجتهدوا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسمع كثيرا بعلماء الصحوة الإسلامية، فما المراد بهذا المصطلح؟ والله ما نعرف الصحوة، هذه كلمة جديدة، يعني تو المسلمين يصحون، المسلمين من قبل نيمين توهم يصحون، هذا اصطلاح جديد. نعم، لا نعترف به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم في العزاء بحيث يوزع أحزاب على الحضور فيقرؤونها ثم يقرؤون؟ هذا بدعة، هذا بدعة، بدعة شنيعة، ولا نزل القرآن لأجل أن يقرأ في العزاء أو يقرأ في حفلات التأبين أو يقرأ في الحفلات غير الشرعية. نعم، نزه القرآن عن مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل قال لولده: نذر علي أنك ما تخرج إلا للصلاة أو معي، والآن يريد أن يخرج في أمور أخرى، فماذا يجب علي؟ كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخليه يخرج الخروج السليم اللي للحاجة ولا فيه ضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما المقصود بهذه الآية؟ هذه أجاب عنها العلماء أو بعض العلماء بأن المراد أنهم في مدة بقائهم في القبر ومدة بقائهم في الحشر والحساب قبل أن يدخلوا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني بقاؤهم في القبور وبقاؤهم في الحشر والعرض والحساب والمرور على الصراط. نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة حديث دخول السوق؟ الحديث اللي الوارد في دخول السوق. السوق؟ نعم، دخول السوق تدخل لحاجك ما في مانع، لكن إذا كان في السوق لغط أو منكرات فلا تدخله إلا إذا كنت ستدعو إلى الله وتنكر هذا المنكر. نعم. يمكن يقصد الشيخ الحديث اللي يقصد لما يدخل الإنسان السوق ماذا يقول؟ لا، ما هو يقصد الدعاء، يقصد دخول السوق، يعني يبي الناس يجنبون الأسواق. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، ما المقصود بذلك؟ الكفار، يعني لا تخافوا من الكفار، وإن هددوا وإن قالوا فإنهم لن يضروكم إلا من باب الأذى، يؤذونكم، والكفار يؤذون المسلمين ما في شك ويضايقونهم، لكن المسلمون يصبرون على ما هم على دينهم وعلى ما هم عليه، وستكون العاقبة لهم. نعم. هذا إذا تمسكوا بدينه، أما إذا فرط المسلمون بدينهم ضرهم الكفار، سلطهم الله عليهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: من حقق التوحيد هل يدخل الجنة بغير حساب؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، دليل حديث 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الرفوف التي توضع فيها المصاحف وتكون خلف صفوف المصلين حين أدائهم الصلاة؟ ما يخالف، لا بأس، لا بأس، صفوف المصاحف تكون في الأدراج، تكون على الرفوف ولو كانت خلف المصلين. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في الأراضي التي بدون صكوك وإنما هي بوثائق؟ إذا مضتها المحاكم ما في بس، لكن ما تمضيها المحاكم، لازم صكوك. نعم.
ما المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان؟ البذاذة يعني عدم التكلف، عدم التكلف في الملابس، والإنسان ما يتكلف، يتزين لكن ما يتكلف ويخرج عن المألوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأخير زكاة الذهب شهر أو شهرين؟ إذا كان لي حاجة لا بأس، الغياب دراهم، ما عنده دراهم لا بأس، لكن يسجلها في ذمة دين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر السؤال. يقول السائل: هل يجوز لي أخذ الزكاة من أحد أقاربي إن كنت مقتدرا غنيا؟ إن كنت مقتدرا غنيا ما يجوز أخذ الغني للزكاة، حرام عليه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليه إلى آخر الآية، محصورة في هؤلاء، لا يجوز للغني يأخذها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.